بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالجزء الرابع، يعني لي بروسيدي دي كونترول دو رويسال، يعني طرق السيطرة على الجريان السطحي. أول المقدمة، التضاريس النموذجية والتقنيات البيولوجية لا تحل جميع مشاكل الحفاظ على المياه والتربة. بمجرد أن يصبح هطول الأمطار غير كافي للسماء بإنشاء نبات غطائي نباتي، بمجرد أيضا أن يصبح المنحدر مهما، من ضروري التفكير في تقنيات جديدة تتطلب أعمال الحفر. هذه التقنيات تسمح للسيطرة على الجريان السطحي. On distingue habituellement deux trois catégories de terrassement en Suisse. يعني هناك ثلاث فئات من أعمال الحفر. يعني أولا le système de concentration de ruissellement، نظام تركيز الجريان السطحي. يتم استخدامها عندما يكون هطول الأمطار دون المتوسط، يتراوح هطول الأمطار ما بين 450 ملم. في هذه المناخات لا يمكن تأمين المحاصيل البعلية كل عام. يتم بناء الهياكل الأفقية على طول خطوط الكونتور لجمع الجريان السطحي مع أخذ أو مع أحد الأنهار. يزرع فقط جزء من سطح جمع الجريان السطحي. يتم تحسين توازن الماء في الجزء المزروع من خلال تسلل الجريان السطحي مع تجليد المنبع. السيستم الزوج، سيستم دابسوربسيون او انفلتراسيون، يعني أنظمة الامتصاص والتسلل او الارتشاح. يتم استخدامها عندما يسمح هطول الامطار بتربة جافة مع انتاجية كافية، يعني هطول الامطار اقل من 750 حتى 800 ملم. هذه هي الهياكل الأفقية المحددة المصممة لسبب التسلل الكلي في هطول الأمطار التي يتلقاها جزء من المنحدر بين اثنين معالم. إنها مناسبة فقط للتربة المتفتحة ذات المنحدرات المنخفضة. تتم زراعة المساحة السطحية بأكملها بين هيكلين، ويمكن أن تستفيد من تقنية COS التكميلية، يعني المحاصيل الكونتورية، شرائح العشب إلى آخره. الجزء المنبع على الفور الهيكل يستفيد من المساهمة الإضافية المتعلقة بتسريب الجريان السطحي. السيستم الثالث هو سيستم ديفرسيون، يعني أنظمة التحويل. أنظمة التحويل هذه إنها مناسبة عندما يكون هطول الأمطار وفيرة. هذه مجموعة من الهياكل ذات ميل طوري صغير أقل من 0.3%. قالك كل هيكل له كسر القوة الحيوية لسريان الجريان السطحي لتسلل إلى جزء من الماء، وبالتالي الاحتفاظ به مؤقتا وإخلاء الباقي باتجاه منفذ منظم جيد. يعني إخلاء المياه السائدة في موسم الأمطار لتجنب مشاكل الرشح في التربة. يعني روحوا لزفراج كورون، يعني الأعمال الجاهلية. أولا لتراس، يعني بونش دو تراسي، الشرفات أو يسموها مقاعد المدرجات. هذه باش نقضيو على الرويسالمو. هذه المنصات هي أرضية، يعني هي منصات أرضية مرتبة على خطوات. يعني عندنا شكلين، هذا شكل هذا وهذا، يعبرون عليها. يتم دعم ردم النفايات في اتجاه مجاري النهر، إما عن طريق المنحدر أو عن طريق منحدر عشبي. يعني به الماء كي تعود مايلة ديركت تديرها بشكل مدرجات، به الماء ما يمشيش الطفرة وتولي تغرس هنا، يعني في الدروج هذا تغرس النبات تاعك، الخضرة نتاعك ولا حاجة. صح، ورانا صح. إنها تسمح لزراعة المنحدرات شديد الإحدار، ولكنها تتطلب عملا مهما يصعب على الميكانيك، يعني يصعب من ناحية الميكانيكية. استخدامها أصبح أقل شيوعا، يتم استبدالها اليوم بتقنية المدرجات أو الستائر التقديمية. صح، نروحوا لريدو او تراس برو جريسيف، يعني الستائر والمدرجات التقدميه، يعني او التقدمي. صح، واش عندنا؟ تنجم الستائر عن نمذجات الحقول التي تحصل عليها اقل من الاعمال التربيه من التطور التدريجي بسبب الحرث او رحيل الاراضي الطبيعيه في اتجاه مجرى النهر. يتم تشكيلها كلما تم فصل حقلين، يعني احدهما في اعلى النهر والاخر في اتجاه مجرى النهر بحد عمودي على المنحدر. خط يعني بدون حراثة، شريط توقف عشبي، جدار مخفض، يعني عن طريق الحرض إلى أسفل أو بعد الانهيارات الأرضية. ترتفع الحافة العليا لهذا الحد مع اتساع حافة المصب.
بعد ذلك يوفر الملف الشخصي العام للأرض سلسلة متتالية من الحقول الأقل حدة مفصولة بسلسلة من الاستراحات أو الستائر. يعني الستائر في بداية قالك بسيطة، قالك تلقي الحجارة التي تم جمعها في هذا المجال، نحطها بشكل فرشاة، كل فرشاة ثم الشجيرات، نغر الشجيرات والأشجار التي تستقر هناك. صح، هذا وش كاين. قالك تظهر الإنجازات التي تم تنفيذها في بورت تيريكو، المناخ المداري الرطب، أن المزرعة العشبية الوحيدة في الفيلة المزودة بشرائط توقف بعرض 50 سنتيمتر، تجعل ممكن بناء شرفات مستقرة على سفوح تتراوح من 20 إلى 55%. في إفريقيا المدارية الرطبة يلاحظ الروز 1900 روز 1977 الزيادة السريعة في التربة عند المنبع من شرائط الإيقاف العشبي، يعني من 5 إلى 10% في السنة للنطاقات، ومن 50 سنتيمتر إلى 4 أمتار. هاو هنا شوف شراه دار في المائلة، وش دار، خلاها مائلة، ومن بعدها دار عبارة عن مدرج عمرها، ومن بعدها دار هنا الحجرة وقرص الشجرة تاعو. هذه هي البروكس، هذه التراس، هذه تريدو، هذه صح. تعتبر تقنية شريط الإيقاف أو الشريط المضاد للتآكل طريقة بسيطة وغير مكلفة لتحقيق المبيضات المنحدرات ذات المنحدرات شديدة الانحدار ومياه الآبار. صح، ونجدها في الكاميرون، الكونغو، جنوب طوكو، غرب ساحل العاج، غينيا إلى آخره. نروحوا لحاجة يسموها لي بونكيت أو المقاعد. هذه هي الهياكل المستخدمة لقطع مؤامرات الكنفرية بواسطة العقبات الأفقية، يعني قناة السدود. يكسرون الطاقة الجريان السطحي ويزيدون التسلل ويدخلون الماء باتجاه المخارج. يعني ها هو الميل، عمر هذه هنا، وبعدها زاد عاود حفر هنا، والماء أو يحتاج يعمر به هنا، والماء ما يروحش، ما يزيدش في السطح. نروحوا لي زوتر اميناجمون كورونت، يعني التطورات الحاليه الاخرى. وش عندنا؟ سيكون من الصعب تقديم دراسه شامله لتقنيات تحريك التربه في سي او اس بالنسبه للجهه الاكبر. ستكون هذه الاساليب مستمده من المقاعد او تركيز جريان السطحي الى منطقه مزروعه. يعني عندنا كاينه يسموها لي ديكات، والله ديكات، والله السندات. هذه تقنيات تم تطويرها في المناطق ذات الميل المنخفض، يعني نسبة مئوية قليلة، تخفض لتآكل الورقة، يعني تتراوح كثافة الحزم من 300 متر إلى 500 متر في الهكتار. نجدها في بوركينا، يعني صح. تم تشكيلها وفقا للمشاريع، يعني صح. الأول خرز الأرض المضغوطة، يعني وارتفاع 40 حتى 50 سنتيمتر، وتكون غير منقذة. يعني ثانيا تعرض هذه الطريقة المخاطر التقنية، يعني قالك انخفاض السد وبالتالي تآكل تفضيلي، والمخاطر الزراعية، يعني اختناق المحاصيل في أعلى السد، من الصعب الحفاظ عليها وتتطلب موارد أو مواد أو عمالة. يعني هذا هو السند، هذا اللي كنا عندي، قالت لي كنا نحكوا عليه، من قال لك من 50، من 20 ل 50، واش رايك من 50 ل 40 سنتيمتر ودير. صح. قال لك تصفيف الدبش من 2 ل 30 سنتيم، يعني مع النفاذية. صح، في المناطق التي تكون فيها الأحجار وفيرة يمكن للمزارعين تطوير هذه التقنيات دون تدخل خارجي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الضروري تزويد المزارعين بشاحنات لنقل الأحجار. صح، يمكن اهتمام أو يكمن اهتمام هذه التقنيات في تكلفة ينخفض، تعود لهكتارات متقدمة في بوركينا فاسو، من يعني جبناها خدمة نستصلحوها من أراضي مستصلحة من أراضي جبلية. يعني
تصلحهم من 30 حتى 50 ألف. يترتب معظم سعر التكلفة بالحاجة إلى استخدام معدات خارجية، يعني شاحنات، جرارات، عربات اليد. يقول لك فينا ضروري اعتماد تقنية غير مكلفة قابلة للتكرار من قبل المزارعين، تجدر الإشارة بشكل خاص الإمكانية استبدال الدراسة الطبوغرافية للموقع بتقنيات منسوب بشكل مياه. هذا الرسمة تعطيك ديكات فيلترونش سونس تبيك، وهذه كوردو، يعني كما نقولوا دير فهمت تشيش الماء، دير كل باراج تبني كل حاجة. بي لي تكنيك دو كونسنتراسيون رويسالمو، يعني تقنيات تركيز الجريان السطحي. سي بروسيدي اوتيليزو لي برانسيبو سيون، يعني أن نستخدم هذه الطرق للمبادئ التالية. أول مبدأ يعني هذا يقول لك لا يتم زراعة جزء من قطعة الأرض وهو بالشكل وهو يشكل نقطة تحول صغيرة تسمح بتطوير الجريان السطحي. ثانيا يتم تخصيص بقية يعني الكونساكري يعني المحاصيل لصحة حتى يصل أن الجريان السطحي يتركز ويتسلل، يعني أنفلتري. يتم تكييف هذه التقنيات بشكل خاص مع التربة الغالينية، وذلك لأجل ضعف الاستقرار الهيكلي والقدرة الاستيعابية العالية للماء. تشكيل قشرة من الكتل، كتل الجليد، يسمح جريان كبير تتيح القدرة العالية للاحتفاظ بالمياه في التربة وجمع مياه الجريان السطحي وتخزينها بعد ذلك دون خسائر بسبب الصرف العميق. هذه التربة بشكل رئيسي هي التربة الصخرية شبه الصحراوية إلى حد أقل التربة البنية أو التربة الحديدية. يعني مساحة السطح يعني الجليدية أو سموها الجلاسي أو المساحة المزروعة تعتمد على الأمطار المحلية. يتيح توازن الماء على مستوى الجزء المزروع تغيير حجم الجهاز. المقاعد يعني لدي ميلين، يعني نصف المنحنية أي المقوسة، يسمح جلاسيسين بتركيز جريان سطحي إلى حوض مساحته بضعة أمتار مربع، يعني نصف أقمار إلى بضع مئات من الأمتار المربع. المقاعد المعاد تدويرها، استخدامهم يكون متنوع بإعادة تحريز، زراعة الفاكهة، إمدادات مياه الأبقار، ويسمح للمحاصيل بتساقط الأمطار أقل من 100 مليمتر. صح. 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 هذه اللي بيقول ميزين دو لافونت اون موان دو ليبو تو، وهنا ديسبوزيسيون دو تو دو. صح. هذا وش كاين في الجزء هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.